عليكم غزالة ديالي، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ بخير صحتكم اموركم احوالكم وختكم؟ يلا لبست غير القنادره ديالي بزربل خفن وراني غاديه نتقدى شي حوايج. جيت عند حميد. ماشي تقدى حميد، ماشي تقداي. قريساتني يا خوتي، انا قريساتني. لا عساكم، عرفتوا شنو كيدير حميد؟ انا مالي ديني نقطاتني. عرفتوا شنو كيدير؟ انا ماشي عندنا هاد الموتور. اييه دا غير حيت قلت كتجبد الفلوس. عرفتوا كي كدير لي؟ كتجبد واحد 1000 ريال كتبينها غير من البسطه وتولي تنطو. لا عساكم، انا عاودكم القصه ديال هاد 1000 ريال. مشيت نشري الزيت وقال لي لا صافي راه عندي حشيتها، شنو ندير؟ اييه ايوا زيد الخس، زيد اللوبيا، زيد الخيار، زيد شنو اخر؟ زيد يا داكشي اللي في الدار، داكشي اللي تقضيتي للدار. التعابة. المهم، تعابة اخويا بالسيف عليك، كتبت لي الروشارج، راني شوي طفاب. دابا حبسي شي جا ندير الديسير ياك. الديسير ولكن عاد نهود لتحت ناخذ داكشي اللي من تحت. تاخذو؟ ايه باقي لي بزاف، يعني نهود. الديسير تجيبو معاك لا؟ نمشي تنجي تجي. تجيبي الدورة؟ لا تدي كلشي معاك في الدار. ولينا تهود معايا لتحت نتايا دابا. علاش نهود؟ حيت غادي نمشي مرجان. واخا سيدي. يعني نهود تن. وعاد طلع وعاد تهود. مهم دابا رانا غاديين اخوتي نتقداو شي حوايج. يتقدى شي حوايج، يتقدى صافي هكا نقول. مزيان هكا. لا كيف مرجان غتقداه انت باش حدا هاد المشاهدين. واخ صافي. المهم غادي نتقداو شي تويشيات، وراكم عارفين اليوم راه عندنا العراضه ديال عمتي وداك الشيء. المهم انتوما معايا، خليوني نمشي غير. سير عمي الله يرحم ليك الوالدين. مارشي انا اللي هزمني هنا، كان انا غير خلعوني دهشروني البوليس. دهشرت داكشي جز من هنا. كون جايب البيت ديسير. تحيه للامن الوطني فيما كنتو. المهم دابا راه حنا غاديين، انا هبطو ديك الساعه نخليكم. غزاله ديالي البنات اللي كتقولي لي مولا عافاك اختي مولا صوري لنا تازا. ها تازا او تازا او او تازا با. احنا باطل دابا لتازا لتحت. دابا هادي تازا اوف. هادي تازا اوف مسكينه. تحية للبنات مدينة تازة، ولاد مدينة تازة فيما كنت، ولاد المغرب كامل العربي والأردني والديمقراطي. المهم اختي راه حنا باطين دابا المرجان، نضربو نمشيو نتقداو ونشوفو شنو غادي ناخد من تحت. وباغا نمشي تلعب داك الآخر ديال 5 دراهم، كيبيعو واحد البسكويتات زوينين ب5 دراهم، ومرجان كيديرو لهم 12 درهم، وفي 5 دراهم غير 5 دراهم. خصني نعرف هاد القضية، خصني نروشيرشي علاش هاد القضية. خصني نروشيرشي حالي، تروشيرشي معايا؟ روشيرشي. إوا زيد نروشيرشي. روشيرشي. حنا أصلا رحنا روشيرشي. بهاد الساعة مالتي ما دايرانا، دايرانا في الروشيرش ديال ناسيون، الانترناسيونال، ماشي غير ناسيونال، ماما دايرانا في الروشيرش، بحيت تعطلنا. المهم خليكم معايا غزالات. جيت كنقلب على الكيسان، ساعة حرام واش لقيت حتى شي كاس اللي يبرد لي الجوف، حتى كاس ما غنشرب فيه ونحس براسي مشاربة مرتاحة، ما فهمتش. بدات انا رجعت للدار، ايوا لقيت ماما مسكينه سلقات داكشي اللي خصك. ماما كدات كلشي. السلام عليكم البنات، كي دايرين البنات؟ لاباس انا كنصاوب الخيار. ما كتقاطعيني راه غيقولوا لك البنات علاش هاد اللي بداوش على صوتي، راه صوتي شداني البحه شويه على حسب لي بواط. الله يستركم ونجيكم منو بعد الباس عليكم. كي دايرين؟ كيعيطو كيخرج الدواء. ما وحده ديما كتكتب لي خصك ديري قناه لامك، راه حقاش كتقطعك في الهضره. شوفي تعطيني دابا نحال. لا يجاوبيها. شوفي ندير قناه لامها كتقطع في الهضره، انا اللي ولدتها العينه. انا اللي ولدتها، انا اللي كنحكم بها، انا كنهضر، انا الاولى. ماما تهضر قدامي منى، انا الرئه انا الشوار. ما الحنك كدير ليها زعما بلا. والله الا كنهضر معاك نيشان. اجي اجي. واش انا الري ولا انت؟ مالك انت احساس؟ شنو احساس الدنيا؟ تروح لي متجر ديك النهار في تازا. انا الري انا الشوار، دخلك انا الري. انا الري انا الشوار، هاييه هاييه البنات كيخرجوا دوارتكم. ايوا سيدي بصحتكم وراحتكم والعقبه ان شاء الله 100 عام تعيدوا وتعاودوا. وشنو؟ تشوفوا البنات الشحمة وصلت للمخ. والله الا وصلت لي قلت اللحم البارح. عرفتي دابا الراس ديالي شتي يا منى؟ جيت الشمال مور ودني قاصر عيالي سخف لي. دابا باغيه تقول لكم البنات شي دواء عاوتاني. اما شحال هذه ما قلت لهم دواء. هما كيبقاو كيكومونطيو لي، وانا قريت الكومونتير وبعثت من الكاميرا. كتسقي كديري كيكومونطيو عليا بزاف البنات. وراني انا راني خليوني نعبر. نعبر كيما بغيت. انا راه كانت محرومه من التعبير، عاد ولات كتعبر كي الناس. لا راني كنت وانا
الكواليس. عرفتي شفت واحد الفيديو ديال ماما كانت في العرس ديال اختي، عرفتي كي غادا دايره؟ غادا دايره هكا. قال عند اختك وتا عندك العقل، خلي هذاك الحنة هذاك ديال بحالها المال. ولاني العرس تاع 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 واحد اخر. ولا انا شفت هذاك، عرفتو كي غادي البنات غادا كدير هذاك اللي بغا ما كدير لها لا معك كتخاف من با. باك انا اتبعني كلي تبعني ولد اللدينة خايفه عرفتو عينيها زرقاء عيني زرقاء مولا ريحة البوطة شوفي شي غير بوطة شعرة ماما نعرف انا دخلت والله الا كنا غنسخف والله الا البوطة كيبير دي قلت لك انا هذاك المكان عام هذاك ذاك المعوق دار لك ما عرفتش يركبها بارك الله الخيام انا ما عندكش انا واش خيام فيا جالس وين ندير بارك هادو شو شحال هانتوما البنات هانتوما عقلي زيد زيد راه الحمد لله الخوضة فواكه لا حول المهم انا دابا غادي نصاوب الدرا الشلاضه د مطيشه والخبز الدرا والدرا داك الشيء الدرا راه ماموني ولات خارج على عقلها ولات خليها واقيله واقيله ولات حق واقيله قربان ديال البوس واقيله منى تخلمت لا تخلمت صراحه داك البرنوسي امونا قريبا ديال البوطه انتي من تحت واما انا غادي دخلت والله الا دخلت ما شوفي البوطه والله الا دخلت قبيله منى واش بغينا نموتوا بغينا نضحكوا لا ماشي من تحت وقيله القضيه من الفوق راه طارقه اويلي انا ما عرفتش شحال بالبور بالبريكا بالبور في هذيك الصغيره هذه اه شوفي دخلت الصغيره كاميرا كاميرا تدني لا لا اش قلت لك الكاميرا يديك تقبل يديك رجلك لا تبدي شويه ها لا لا خارجة نفس البوطة معوقة هادي ما غادي المهم دابا غادي ندير له غير الخيار غندير له غير الملحة والابزار والخل هاد اللوبيا ما هنا لوبيا مشيت عند مولا حيحت غادي ايوا دوات خصو تحيح بدا زيد زيد شويه المهنة زيد زيدي الرز ديالك فرح والله الا وصلت تجيب الكلاصي هذاك صار حلطي هذاك ماشي الشلاضه معليش الكلاصي باقا العرش كلاصي من بلاصي لقيت واحد ابيض واحد صفر عيطت لك قلت لك صفر وما اسمه طويل هو ما طويلش هذا صغير ورقي وصفر لا لا بغيت ابيض هو تاع الحليب ونتاع الفوار ما دابا قلت لي صفر ما انت شدي والو ابيض نتاع الفوار ظني معايا خليكم معايا البنات واحد الدقيقه الله يرحم الوالدين كبيدات ديالي سمحوا لي بزاف غادي تلقاو الصوت الغوات وداك الشيء راه حنا في لابيسين حتى غدا نصور لكم الفيديو ديال لابيسين ان شاء الله يا ربي المهم كبيدات ديالي هنايا بغيت نقول لكم راني جالسه كنصاوب الشلاضه كنلقات الشلاضه انا وماما المهم ماما قالت لي انا في الاول كنت باغا ما نديرش الروز وداك الشيء كنت باغا ندير غير الخضيره ونديرها في مع اللحم فور ولكن في الاخير قالت لي ماما لا لا اجي نديرو شلاضه كبيره قالت المهم قلت لكم الكبيدات ديالي وحتى لي بديت كنصاوبها غير غادي نديرها شلاضه كبيره قالت لي احسن حيت راكم عارفين دابا حنا في العيد ملي كيجي الحولي كنبقاو عاطينها غير اللحم 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 ما كاين لا شحم لا دجاج لا والو كنبقاو نفكروا غير في اللحم واصلا سبحان الله العظيم البنات انا نسيت شارجات لي التليفون دي شارجات لي بدا شارجه لي التليفون انا غنديرو يتشارجا دغيا دغيا باش نكمل نمشي ندريسي داك الشلاضه وندير التليفون يتشارجا بعدا وداك الساعه نكمل شنو هذا اختي سمحوا لي غنحيد لكم التليفون ولكن سي اوبليغاتوار ونديرو كي قلت لكم واصلا سبحان الله العظيم ملي كيتشعر البنات ما عرفتش كيفاش كتولي اللحم بحال ما كتبقاش فيها داك اللذه يعني خصك تاكليها تساليها قبل ما تجي عصوري عصوري وعليك اللي تشعري المهم انا اختكم راني في لابيسين دابا كلشي كيعوم حدايا وانا جالسه المونطي الكبيداتي باش نحط لكم لا فيديو حيت كتقولوا لي مولا ما تقيش تعطل علينا حتى النهار هنايا الكبيدات ديالي بديت كندير الشوا كنستف الشوا وميم تو كنهضر مع ماما وقصني طريق عفتو كيغوت 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 يبكي كيغوت وانا كنحيح وما نكذبش عليكم وهذا حاجه عندي هو انني نكون هكا في الكوزينه والكوزينه تكون يعني بحراتك في واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الناس كاع الا جلسوا فيها وانا يتجمعوا عليا 10 ما كنحملش ما عرفتش علاش واش نتوما بحالي ولا لا وكيعجبني اكثر حاجه كتعجبني هو انني نكون نجلس نخدم الشغل بوحديتي في الدار تنسالي عادي يجيو عرفتي باش كنت ساكنه في تازا الفوق كنت كنقول لماما اماما خليو انا عارضه لكم العشاء خليو حتى تضرب 8 ديال العشيه عاد مرحبا بكم اجيو حتى كنكون سالي طيبت سيق تخملت باش نجلس نعطي الوقت لضيافي ما يمكنش هما جالسين بوحديتهم وانا كنخمل وانا كنطيب فهمتوا كيفاش ايوا صافي هنايا درت الشوا ديالي كيتشوا درتو في المجامر كنت باغا ناخذ واحد المجمر من الاخر ساعه ما لقيتهمش المجامر طارو
كلشي طاب المرجان لقيتهم والو. وصافي هنايا ماما دايرنا حتى الصدوره ديال الدجاج، قطعنا الدجاج حتى هو شويناه واللحيمه كتفور وصافي. المهم انتم غادي هنا كيف ما كتشوفوا الشلاضه اللي صوبات الديزاين، الصراحه هاد ماما دريساج، انا خاطري مدريساج. وحاجه اخرى كتعجبني نديرها البنات دائما هو انه مثلا الماعن ديال الكوتي اللي مثلا داك الماعن ديال الاتاي ماشي ديال الكوتي، ملي كتحط اتاي وداك الكاطو الحليوه اللوز هادي ضروري قبل العشاء كيخصني غير اون فوا نهز الطابله نغسلهم، ما نجمعش هادي مع هادي تيمشيو الضياف، لا في البلاصه كيخصني نغسلهم باش ما كيتجمعش عليا الماعن. شحال هادي في جنة البردعي ما كنتش كندير بحال هكا، جنة البردعي كنت كنجمع الشي مع الشي حتى عند مولسي، كنت كنبقى نخلي. دابا لا، دابا كنحاول ما امكن انه يعني ما يبقاليش الماعن بزاف. صافي هنا غسلت داك الماعنات ديال اتاي. واحد الحاجه وقعت لي قبيحه البنات هو داك الصينيه، الصينيه البنات هادي تغسلات كانوا كيغسلوها لي في الاسبوع ديال الينا بالماء، ونورمالمون هي الزاجه مرايا خاصها غير تمسح، فكانوا كيغسلوها لي بالماء، ومني كانوا كيغسلوها لي بالماء بحال اللي تنفخات عرفتوا، ولات داك الخشيبه ديالها اللي من تحت ولات منفخه، يعني ما بقات الصينيه كتحط بحال اللي عوجه. دابا نحيد لها، دابا نشوف كيفاش ندير لها شي حل ما تخافوش، وان شاء الله غادي نحاول نخدم الشويه ديال الحلو. عييت شويه، عييت واحد شويه، مهم وجيت نرتاح، جيت المهم غير جلست ديال الينا مع الوليدات هنا كيلعبوا داك الشيء، المهم كلشي ترون يلا اختي ماشي هكا. شوفوا راه الا ما كانتش الروائن والعجائن والدراري كيلعبوا والنشاط والحيوح راه ما كتسماش ضيافه وما كتسماش العائله جات عندك وما كتسماش الراحه. سمعتوا انا الترطيقه ترطق لي العظم؟ ايه يا اختي شنو كدير؟ كتشوي وتغطي بالميكا باش يبقى سخون. المهم هنايا الشلايضه هي موجوده بريباري، فليفله، الزيتون، ام فاطمه جات قد لا دانت فيه. وهنايا الشوا يا اختي، الشوا والهوايه الهوا. وهنا اللحيمات ها انتم مشويين، شوا ديال اللحيمات، اللحيمات هاد الحولي ديالي عاد نذوقو انا فراسكم. هاي على انا جات شوفوا على دريساج دارت الشوا، حيت درنا الشوا ودرنا لاداد او ميم طو ودرنا الدجاج الخيدات وداك الشيء. برافو ماما، برافو نجات دريسة. انا ما نعرفش ندريسي نكذب عليكم، انا دريساج ما كنعرفش ندريسي، انا كنعرف ندير حاجه وحده نطيب، واه ندريسي ما ندريسيش امبوسي. هاني فريت لا لا يلا ويلا كان عندي شي قويبات، ياش قويبات زعما عندي افكار، عندي واحد الافكار ساعة. يلا هانتوما الشلايضة دويتنا شنو مشيت ندير؟ الشوا. تسلم على مصطفى. مصطفى عماد دات البارح سالينا زعما صراحة الجموع زوين والعائلة زوينة ملي كتكون مجموعين، الدار كلها كتكون مجموعة سبحان الله في البلاصة كلشي كيخوى، الدار كتخوى كلشي كيخوى. المهم لقيتوني جالسة كنقيس السيوة اللي جابت لي عمتي، أنا نوريها لكم ويلي أنا كنت محبسة الفيديو. المهم هذه هي الكسيوة اللي جابت لي عمتي، كتجي فوق الركبة ما كتجيش، يعني هي ماشي طويلة، ولقيتوني دابا كنقيسها وصافي. وهاد الغوجا اللي فقته هو جابته لي عمتي من كيكو. شنو؟ لا ما غاديش نديرو دودو، حنا نخرج